في المؤسسات والهيئات الصديقة الإسلامية والعربية وحتى الدولية استطاعت الصومال الخروج من مرحلة الأزمة والطوارئ إلى مرحلة الاستقرار والبناء. ولعل الناظر إلى واقع البلد قبل عامين من الآن يلمس التحسن والاستقرار الكبير بعد سيطرة الحكومة الفيدرالية الصومالية على زمام الأمور في معظم الأقاليم الصومالية وبسط الأمن والسلام في أجزاء كبيرة من الوطن. فبحمد الله وفضله تحسنت الأوضاع الأمنية تحسناً كبيراً ومشهود، وإن كنا نرجو أفضل من ذلك، ولكن هنالك آمال كبيرة في مزيد من الاستقرار السياسي والأمني الذي بدأ بالفعل بتشكيل حكومة منتخبة دائمة وليست انتقالية، وبناء مؤسسات الدولة المنهارة بما فيها المؤسسات الصحية. وقد عملت الوزارة، وزارة التنمية البشرية والخدمة العامة، ومن خلال فريق عمل متكامل على وضع الخطط والبرامج اللازمة للنظام الصحي الصومالي. وقد بدأنا بوضع الخطة الاستراتيجية للقطاع الصحي والذي تعمل على ضوئه جميع الهيئات والمنظمات الصديقة حتى نصل لأهدافنا المشتركة. أن وزارة الصحة وبفضل الله قد وضعت جميع الأسس واللوائح التي تنظم العمل الصحي في الصومال، وهي تعمل جنباً إلى جنب مع كل المنظمات والهيئات الصديقة بتسهيل عملهم وتوفير كل المعينات اللازمة لهم في خدمة الشعب الصومالي الكريم. وسيتم تقديمها لكم مفصلة من خلال هذا الملتقى من أعضاء وفد وزارة الصحة المرافق في شكل أوراق متخصصة تعكس واقع الصحة في الصومال. ومن هنا فإن وزارة الصحة بالصومال تناشد جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الداعمة والمقدمة للخدمات بالصومال إلى تكثيف جهودهم والعمل على مساعدتها في إعادة بناء المؤسسات الصحية في الصومال. مرة أخرى
أكرر الشكر لسادة الحضور، وأتمنى من الله العلي القدير أن يخرج هذا الملتقى بالفائدة المرجوة منه للشعب الصومالي الكريم، ونتمنى لكم الخير والصلاح. وأخيرا نرجو أن ينعم الله ويفيض علينا بالسلام والرحمة والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أجد أنمت رياض وحوية أنا بوكس عنه وزارة أهر مرنتا يأديك بلشدة أقاسم كذا عافماتك حان أنمت شروينا لو قلت لك على سوماليا شروينا هان أجد دي سألو قبناي واسدي عافماتك سوماليا وحلوك قبن لها waxa isugu iimaanaya deeq bixiyasha gobolka waxaana soo abaabushay atibaac qaraad marka waxa ugu muhiimsan oo laga hadlayo waxa weeye caafimaadka Soomaaliya maanta meesha uu taagan yahay dhibaatooyinka la horyaala iyo waxa aan kicsanayna meesha aan doonayna inaan gaarsiino qasatan waxa xoog la saaraya adeegga isbitaalada sidii loo soo celin lahaa oo loo heli lahaa isbitaalo oo ilaa gobolada in la gaarsiiyo marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa shirka inay ka soo baxaan waxyaabo guul ah oo caafimaadka Soomaaliyana horumar uu ku gaaro